إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإياكم والمسلمين من النار. عباد الله، اتقوا الله في الورود والسدر، وراقبوه فيما بطن من الأمور وظهر، واعبدوه حق عبادته في الآصال والبكر، واشكروا نعمه فقد تكفل بالمزيد لمن شكر، وخافوا مقامه واحذروا بطشه كل الحذر. أيها المسلمون، اقدروا الله حق قدره، وانظروا في دلائل عظمته، وتفكروا في آياته وآلائه وملكه وسلطانه وعجائب خلقه وإبداعه، لتزدادوا به إيمانا وتخروا له إذعانا وخضعانا. يقول تبارك وتعالى في كتابه المبين: وفي الأرض آيات للموقنين. ويقول الله جل وعلا في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول الحية. خلق هائل عجيب، وكون عظيم مهيب، شرق وغرب وسلم وحرب، ويابس ورطب، وأجاج وعذب، هذا كله ترونه، وشمس وأقمار، ورياح وأمطار، وليل ونهار، وحب ونبات، وجمع وأشتات، وأحياء وأموات، وآيات في إثرها آيات. فسبحانه من إله عظيم. عنوان لقائنا: احذروا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. هل مات الشرك؟ ما زال الشرك الآن، ما زال الشرك في طنطان وفي غيره. احذروا من الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. تمعنوا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما بين السماء الدنيا والتي تليها، اسمع، مسيرة 500 عام، وبين كل سماءين مسيرة 500 عام، اسمع، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، والعرش فوق الماء. تمعن لتزداد إيمانا بالله، عظم ربك في قلبك. والعرش فوق الماء،
والله عز وجل فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. لماذا نعصي الله؟ لماذا المعاصي يا عباد الله؟ الكل يعصي الله جل وعلا. تب إلى ربك. والله عز وجل فوق العرش، اسمع، وهو يعلم ما أنتم عليه. أخرجه الدارمي. وروى ابن جرير في تفسيره بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله، في يد الله، إلا كخردلة في يد أحدكم، حبة صغيرة لا ترى إلا بعين المجردة. أعيد الحديث: ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. أيها المسلمون، وإن من دلائل عظمة المولى وقدرته جل وعلا ما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع، أنت لا تساوي عند الله جناح بعوضة. إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. يقول عبد الله بن مسعود: فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، النبي يضحك حتى بدت نواجده، حتى نبذت نواجده، حتى بدت نواجده صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا لقوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره. هل قدرت الله حق قدره؟ وما قدر الله، الله هو اللي كيقول هذه الآية، كيحكم علينا الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه 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 وتعالى عما يشركون. وقال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش. كان تعجب في هاد الناس اللي كيديروا المعاصي، كي غادي تبان قدام هاد الملك، كيفاش غادي يهزك هاد الملك؟ ما كتساوي عنده والو، ما كتهضرش مع الله سبحانه وتعالى. ملك، اسمع 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 اللي كيدير المعاصي، اسمع اسمع اللي كيوقع في الشرك بالله عز وجل، اسمع 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 مزيان. أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، إلى عاتقه، اسمع، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الله. رواه أبو داود. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق. الله يقول الحق وهو العلي الكبير. فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت. أيها المسلمون، تلك بعض النصوص التي تدل على آية الله الظاهرة وقدرته القاهرة وعظمته الباهرة. فهل قدرنا الله حق قدره؟ هل عظمناه حق تعظيمه؟ هل قمنا بحقه جل وعلا علينا ونحن خلقه وعبيده؟ يقول معاذ بن جبل
رضي الله عنه: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. اسمع، قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل، اسمع، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. متفق عليه. أيها المسلمون، إن من أظلم الظلم وأعظم الإثم الإشراك بالله وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به. يقول الله جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. عباد الله، احذروا الشرك وطبائعه ووسائله وذرائعه، واعلموا أن العلم به طريق الخلاص منه. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. متفق عليه. يقول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. أيها المسلمون، إن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ والمباني، حتى ولو لم يقصد قبيح المعاني، والحلف بغير الله شرك أصغر وصاحبه على إثم خطر. وإذا قام بقلب وصاحبه على إثم وخطر وإذا قام بقلب الحالف أن المحلوف به يستحق التعظيم كما يستحق الله، صار شركا أكبر. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أخرجه أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، جمعه ند، هو النظير والمثيل والشريك، كما قال الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا بالله إلا وأنتم صادقون. أخرجه أبو داود. أشوق أفعاد الزمن دينا، وحق هذا السر، وحق هذا النعمة، وحق الجامع، وحق ها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز الحلف بنبي أو ولي أو جن أو الكعبة أو الشرف أو الحياة، ولا يجوز الحلف إلا بالله أو أسمائه أو صفاته. ومن حلف بغير الله وجب عليه التوبة وعدم العودة. فقد أخرج النسائي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية، فحلفت باللات والعزى، هي أصنام تعبد من دون الله، باللات والعزى، فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فإنا لا نراك إلا قد كفرت. فأتيته فأخبرته، فقال لي: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 مرات، وتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات، واتفل عن يسارك 3 مرات، ولا تعود له. أيها المسلمون، اجتنبوا الألفاظ الشركية المستشنعة والكلمات المنهية المستبشعة المقتضية مساواة الخالق بالمخلوق، كقول: ما شاء الله وشئت، وما لي إلا والله أنت، وتوكلت على الله وعليك، وما جاء في معناها. ففي مسند الإمام أحمد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم:
هذا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دابا اش كيوقع؟ كون ماشي انت كون غادي نطيح في هاد الحفره. ها كاين ولا لا؟ اش كنقولوه؟ كون ماشي انت كون ما طحت، كون ماشي انت كون طحت في هاد الحفره، كون ماشي انت كون ما نجحتش في الامتحان. ها كون ماشي الله سبحانه وتعالى هو الذي انقذك. الله جل وعلا هو الذي ينقذ سبحانه وتعالى، هو الذي ينقذ سبحانه وتعالى. الله جل وعلا، إما فلان هو غا السبب، فلان سبب حتى تنقذتي من ديك الحفرة. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع اسمع. ففي مسند الإمام أحمد أن رجلا، راه ما تعرفوا تقول للناس كاملين عارف الفصحى، راه ما تقول كلش هادشي اللي كاين هنا كيعرف اش كنقولوا، راه النص ديال البشر ما عرفش. كتقول الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم ضروري تصحوا ليه بالدارجه باش توصل ليه الرساله كما ينبغي. الا فهمتي انت راه فلان ما فاهم. اسمع ماذا قال، اسمع. ففي مسند الامام احمد ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله شريكا؟ بل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قول بل ما شاء الله وحده. عباد الله، توسلوا إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، توسلوا إليه بإظهار حاجتكم وضعفكم وافتقاركم إليه جل وعلا، توسلوا إليه بالعمل الصالح الحميد وأعظمه تجريد التوحيد من ألوان الشرك والتنديد، توسلوا إليه بالتوسلات المشروعة وإياكم والألفاظ المبتدعة والتوسلات المخترعة التي هي من ذرائع الإشراك برب الأملاك والأفلاك، كالتوسل بجاه النبي أو حرمته أو بركته أو حقه أو حق الأولياء أو غير ذلك من التوسل الممنوع والدعاء غير المشروع. أيها المسلمون، احذروا ما يفعله الطغاة وبعض العوام من التعلق بالتمائم والعزائم، فيلبسون الحلق والخيوط وينظمون الوداعات ويعلقون الحروز والعظام والخرزات ويحملون أنياب الذئاب وجلود الحيوانات، يعلقونها على السيارات على الرقاب على الدواب على الأبواب، معتقدين دفعها الضراء وبوائق اللأواء ورفعها البأساء وطوارق البلاء ومنعها عين العائنين وحسد الحاسدين، وكل ذلك من الإشراك الموقع في الردى والهلاك. لأن الذي يجب أن يلجأ إليه وأن تنزل المهمات والملمة عليه إنما هو الله جل في علاه. أيها المسلمون، إن تلك الخرافات لا تعصم من الآفات ولا تحمي من الأمراض والبليات، والواجب نبذها ونزعها وطرحها وقطعها. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال من الواهنة؟ فقال من الواهنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، إن بذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لكي يديروا الخمسة، هنوريك كيفاش كيشدوا الخمسة، كيعلقوا هنا القرميط السنسلة ها في اليد وفي العنق. دابا دابا كاينين الناس فينا دابا، الله يهدينا ويهديهم، حيد داكشي دابا الا كان في العنق ديالك سلسله ولا قرميط ولا الخمسه، قال لك تدفع العين، فهذا لا يجوز، فهو شرك بالله جل وعلا. اسمع، روي ان حذيفه بن اليمان رضي الله عنه راى رجلا وفي يده خيط من الحمى رقي له فيه، فقطعه حذيفه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أيها المسلمون، إياكم والذهاب إلى الصحراء
والكهان والمشعوذين والرمالين والعرافين والمنجمين وأهل الأبراج وقراءة الكف الذين يدعون علم المغيبات، فإنهم أهل غش وتدليس وخداع وتلبيس واستعانة بالجن واستغاثات وحجب تحوي حروفا وأرقاما وإشارات، بل إنهم يطلبون ممن يأتيهم ذبح حيوانات بألوان وصفات، يلطخون بدمها الأجساد والحيطان والعتبات، وهم في ذلك يتقربون للجان ويعبدون الشيطان ويشركون بالرحمن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم. ومن تلبيسهم وتدليسهم إعطاؤهم من يأتي إليهم أشياء تدفن وتغرق وأخرى تسجر وتحرق، إلى غير ذلك من دخائلهم الكذرة ودفائنهم القذرة. فاحذروا عباد الله إتيانهم أو سؤالهم أو تصديقهم. نفسر لك مزيان، كتمشي عند السحار كيكتب لك سميت أمك سميت باك، كيكتب لك شداد الحجاب دفعوا دفنوا شداد الحجاب علقوا في الشجرة. هادشي كان وقعوا فيه أيها المسلمون. تراجعوا تراجعوا، حاربوا معنا، حاربوا ماشي بعدينا، حاربوا معنا. كاينين المشركين هنا في مدينة طنطان، واش هيك في هذا؟ لا، كاينين هنا. كيقول لك سميت أمك، اعلم بأنه سحار صيغة مبالغة، اعلم سميت أمك، قولي الله يعاون. شكي قاعد المخزن، الله يعاون. غار تشوفه يقول لك سميت أمك، جمع عطوي جمع عطوي. إذا قال لك جيب 100,000 ريال وكلها لك بصحته، شكون تمشي عنده؟ شكون قال لك تمشي عنده؟ يا أخي المسلم تراجع، تراجع إلى الله سبحانه وتعالى. ها اللي كيفك سبحانه وتعالى هو اللي كيفك السحر، الله عز وجل. ونفكوا السحر بالسحر، واحد مسحور كيمشي عند سحار قال لك بغي يفك السحر. اسمع، عن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكوهن له أو سحر أو سحر له. هو مسحور بغي يفك السحر ولكن ما عرف عند من، مشي عند السحار كيكذب عليه كيشفرك. هذا الخطبة درناها هذاك النهار شي خمسة الجمعات، ولكن هالشي لاحظتم مازال كاين، مازال كاين، مازال كاين في زماننا هذا، مازال موجود. راه لا يكفي هذا الخطيب وحده، لا يكفي، ونضو كاملين كل شيء يبلغ الرسالة. يا أخي المسلم راه صافي، راه الحجرة قامت، راه كل شيء كاين، العلماء في التلفازة والكواست، كاين السيديات، كاين المطويات، كاين الكتب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيقوا شوية، الله يجازيكم بخير، فيقوا فيقوا العيالات ديالكم والبنات ديالكم حتى هما ما يتعطوا لهذا الشيء، عيب وعار. أيها المسلمون، ننتقل بكم، وقد طولنا عليكم شوية، ننتقل بكم إلى ما يسمى عندنا بالتبرك. بالتبرك أيها المسلمون، اعلموا أنه لا يجوز التبرك بقبر النبي محمد ولا مكان ولادته ولا غيره من الأنبياء، ولا يجوز التبرك بذوات الصالحين وآثارهم وثيابهم ومواطن عبادتهم، ولا يجوز التبرك بجدران المساجد أو ترابها أو أبوابها بتقبيلها أو التمسح بها، حتى ولو كان المسجد الحرام أو مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويشرع، استرع لهذه، ويشرع تقبيل الحجر الأسود، ويشرع مسح الركنيين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنيين اليمانيين. متفق عليه. ولا يقصد بذلك التبرك بهما، وإنما يقصد التعبد والاتباع لمنهج رسول الله، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
قبلك ما قبلتك، رواه مسلم. وبالجملة فلا يجوز التبرك بشيء إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز التبرك به. أيها المسلمون، إن من الإشراك الموقع في الردى والهلاك الاستغاثة بالأموات ودعاءهم ونداءهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الشدائد والكربات والتقرب لهم بالذبح والنذور وبالطواف على القبور وبتقبيل الأعتاب والجدران والستور وبالعكوف عندها إلى غير ذلك مما هو من عمل عباد الأوثان وأولياء الشيطان، وهو من الشرك الأكبر، وهو من الشرك الأكبر. شيء لها سيدي فلان كاين ولا لا؟ هادشي كنقولوه. شيء لها سيدي فلان، شيء لها لالا عيشة، شيء لها سيدي محمد، هادشي عيب وعار. سير الداخل، سير شوف اش واقع. راك انت في موسم كبير زرتو، بغيت نشوف اش كيقولوا الناس، وصحيح ولا مو صحيح. وراينا الطواف بحال طواف الكعبه، بالتمام. كتدخل البنت كتقول ليه سيدي فلان، لا هي مره مدفونه، لا زوجني، اعطيني. شي رأيته بالعين، رأيته ما زال طواف والذبح، التقرب إلى القبر. كتشد ناقة كتسور بعد المليون ولا جوج، تقرب إلى القبر. فهذا شرك أكبر عياذا بالله. المحبط للعمل المصادم لكتاب الله وسنة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال الله. ومن ضل، اشرح لك بشويه واسمع معايا، ومن ضل ممن يدعو من دون الله. زعما كتشرك بالله، خليتي الله ومشيتي لواحد اخر من دون الله، من لا يستجيب له. واش القبر كيتكلم؟ ما كيتكلمش. من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم، نتوما اللي كتدعيو وهم عن دعائهم، واللي كيوقف هذا الشيء وهم عن دعائهم غافلون. اسمع، واذا حشر الناس، غدا يوم القيامه غادي يكون الحشر، حتى واحد ما غادي يهرب منه ابدا. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كيتبراو منكم دوك اهل القبور، كيتبراو وكانوا بعبادتهم كافرين. ايها المسلمون، ان الغلو في قبور الأنبياء والصالحين باتخاذ المساجد والقباب عليها وتزيينها وجعل الستور عليها من كبائر الذنوب ووسائل الشرك، لما ينتج عن ذلك من تصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وفي البخاري أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس في زماننا هذا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. زماننا هذا وهم أحياء. اسمع، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أحمد. أيها المسلمون، إن البناء على القبور وتجصيصها وتقصيصها والكتابة عليها أمر غير مشروع. قلب وبحث واسأل أهل الذكر، اسأل أهل الذكر. إن البناء على القبور وتجصيصها وتقصيصها والكتابة عليها أمر غير مشروع. وسير وطل في المقبرة، سير طلعوا في المقبرة شو واقع، الجليج والفايونس والرخام، جيب انت كاع الكليمه وجيب التريه وضوي ليها سيدي، انت كاع اسكت خليه يتبرد،
اش غادي ينفعوا هاد الجليج يا اخي المسلم؟ واش غادي ينفعوا؟ وباش هو غادي ينفعوا هاد الجليج؟ واش طليتوا في القبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم؟ راه الناس اللي طلوا قالوا علينا عادي عادي، هذا خير البشر محمد رسول الله، القبر ديالو عادي، حجره هنا وحجره هنا، المرة كيديروا لها حجره في الوسط صافي. ودابا حنا الجليج جيب البريك دير من هنا ودير من هنا، دير هادي علمها بهاد الطاسة، دير فيها شوية حلوة باش يوكلوها الطيور، دير فيها شي المعتقدات الباطلة، معتقدات كلها باطلة، كلها باطلة. واش كتثق بالنبي؟ واش كتثق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فعن جابر رضي الله عنه قال: نهى شكون اللي نهى؟ الرسول الحبيب ديالك النبي عزيز عليك طال من باك ومن امك ومن نفس ديالك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع ان يجسس القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. رواه مسلم. كاين ما يتقال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لقد أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل عليهم الكتب لإنكار الشرك ودعوة الخلق كلهم إلى عبادة الله وحده دون كل ما سواه، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يتقرب بالنذور والذبائح إلا له عز وجل، إلى غير ذلك من أنواع العبادة. ومتى حققنا التوحيد الخالص، ومتى حققنا التوحيد الخالص تحقق لنا النصر والتمكين، تحقق لنا النصر والتمكين والاستخلاف في الأرض بإذن الله. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. باش يبدلك الله عز وجل من الخوف الأمن. اسمع، شرط أساسي: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عينة: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة، لمن حققها في قلبه. وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة، اسمع، لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا. الله. وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، ولكن لمن حققها. اللهم حقق لا إله إلا الله في قلوبنا. اللهم يا رب حقق لا إله إلا الله في قلوبنا. اللهم حقق لا إله إلا الله في قلوبنا. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اعلموا أن الله تبارك وتعالى أثنى على نبيه وأمركم بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة الكرام البررة، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين،
وانصر اللهم أمير البلاد وقائده جلالة الملك. اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم أعن من أعانه واخذل من خذله يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، ودمر أعداءك أعداء الدين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وصل اللهم وسلم وبارك وزد على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.